ما هي علامات يوم القيامة؟ وهل ظهر منها شيء؟ وما هي آخر علامة من علامات يوم القيامة؟ جزاكم الله خيرا. علامات يوم القيامة كثيرة، منها العلامات الصغرى والعلامات المتوسطة والعلامات الكبرى، وقد حصل أكثرها. أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده، وظهر كثير من العلامات. الله جل وعلا يقول: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وآخر علامة من علامات الساعة والله أعلم طلوع الشمس من مغربها، حيث لا تقبل التوبة من أحد، ولا يقبل الإيمان من أحد حين ذاك. نعم.